الآن الأوان لإعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق لما لها من دور أساسي في ضمان ترقية المهنة وحمايتها باعتبارها عنوان نبل وشرف الموثق ومفتاح ثقة المتعاملين معه وفاء من الموثق ليمينه واحتراما لخدم الدولة الذي يحمله رمز السيادة. إن هذه الندوة الأولى من نوعها بالنسبة لهيئة التوثيق ستساهم لا محالة في ترقية الأداء التوثيقي من خلال إثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية وتحسين سياسة التكوين وتحديث نمط التسيير من خلال الاستغلال الواسع للتكنولوجيات الحديثة.